بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. يا إخواننا حياكم الله، غفر الله لي ولكم. عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. حديث من؟ The best friends of Allah is the best, the one who's best to his friend. And the best neighbors with Allah is the one who's the best to his neighbor. هذا حديث من يا يوسف؟ من يبحث عنه؟ وين أبو بلال؟ عبد الله بن عمر. أحسن، بحث أو محفوظات؟ طيب إن شاء الله. عبد الله بن عمر. نعم. كان الشيخ مقبل رحمه الله يسألنا أسئلة. Used to ask us questions. وبعض الناس من الصدق الذي عندهم. Some people from the truth, they would say, بالظن. بالظن هو عن ابن عباس. أنا ما أجيب عن يقين. يعني من الصدق يقول قبل أن يجيب بالظن. يعني أنا أجيب وأنا في الشك. They would say, you know, I'm guessing that it's on Ibn Abbas. He wouldn't say like, Ibn Abbas like he knows for sure. He would say, you know, just from the honesty, he would say beforehand, I'm going to answer, but I'm not 100% sure. So that if you think I got it right, don't think that I know it like that. Ya Harun, fam tada. Nah. Tayyib ya ikhwa, كيف أنت وصاحبك؟ هذا سؤالنا. كيف أنت وصاحبك؟ عندكم أصحاب؟ كيف؟ تطيعون الله؟ أطعس الله معه. You disobey Allah with your friend or you obey Allah? هذا ما هو صاحب. أنتم تعصياني. You're disobeying Allah together. وصاحبك تغتابون وتفعلون الحرام. You do things haram together. You backbite together. لا هذا ما هو صاحبك. نعم. How are you with your friend? Who's your friend? نعم. وكيف أنت وجارك؟ ما شاء الله في هامشامك. قد يكون جارك ما شاء الله مباركا. قد يكون جارك في هامشامك. هو 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 هو. نعم. أنتم تعرفون ما معنى هو 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 هو. هذا كلمة تعجب. نعم. يعني في هامشامك نحن في نعمة يا إخوة. يكون جارك مسلم. يا نيبو could be مسلم in هامشامك. ما شاء الله. كلام جميل. MashaAllah. Now, it could be your family. People have to say people in the same street, family members. نعم. بعضهم الجار والجار والجار يعني ممكن يكون أصهاره. نعم. إيش من نعمة. نعم. يكون your son-in-law, when you're married to your daughter, live right next to you. And right next to you. نعم. This is Hamtramck. شيء أراده الله. ما عندنا مهندسون ولا مخططون. لك الله اختار هذه البلاد. بسم الله. عم شامك أصلى الله أن يديمها علينا يحفظنا فيه. ولا بلاد اليمنية أحسن منها. ولكن الحمد لله. في حديث آخر أخذناه اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس أولى الناس عند الله من بدأهم بالسلام. أولى الولاية أولى الناس. The best people with Allah are the ones that they initiate the salam. They start. من بدأهم بالسلام. They don't want to say السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نعم. يبدأ. They initiate. نعم. فالولاية عندما تقول أولاهم الولاية
تدل على قرب ومحبة. إني أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. وما هو ضد الولاية؟ العداوة. العداوة يدل على البعد وبغض. بعد وبغض. والولاية يدل على القرب والمحبة. نعم. ففي ذاك الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادني وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، من عادى لي against one of my ولي، آذنته بالحرب. I wage war against him. Okay, what's the first thing the prophet says after that? Oh, Allah subhanahu wa ta'ala. ايش بعد هذا؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء. وهذا هو ولاية، التقرب. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي. هذا هو ولاية، القرب والمحبة. هكذا تناله يا أبا أياد. نعم. So after, as soon as Allah, the Prophet mentioned this, Allah subhanahu wa ta'ala says, whoever goes against a wali of mine, I wage war against them. He's going to explain what is it that somebody can become awliya Allah. Na'am. So he said, my servant doesn't become closer to me with anything that's more beloved to me. Have any amrain. Na'am. And yataqarrab ila Allah hatta Allah yuhibbu. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, إيش آخر آية في اقرأ باسم ربك سورة الإقرأ؟ واقترب. إيش آية؟ فاسجد واقترب. عندما نسمع الله says make sujood واقترب and go closer to Allah. عندما نسمع هذه كلمة قربة you know getting close to Allah كأنه ما هو بأيدينا، كأنه ما بأيدينا، لكن الله يأمر فاسجد واقترب. أنت 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 السكان في يدك يا أخي، السكان سوق أن تقدر أن تسجد، تقدر أن تطيع الله، تقدر أن تركع، تقدر أن تتوب، اقترب إلى الله. لا تجعل قربك عنه شيء. أتمنى أتمنى أقترب من الله. اقترب يا عمار، أنت معي. الله أمرك فاسجد واقترب. اقترب، أنت قادر. Allah commands you never make sujood and move closer to Allah. Don't make getting close to Allah something that is just maybe I can do it, maybe I not. I would love to, but no, iqtarib. The steering wheel is in your hands. Drive. The steering wheel is in your hands. So kan fi yadik ya Abdullah, anta abdun tata'abbad Allah. Na'am. نحن دخلنا بارك الله فيكم في سورة الأعلى. نعم. متى تقرأ، متى يستحب قراءة هذه السورة؟ When is it مستحب to read this surah؟ ما شاء في عيدين. نعم، يعني في عيد الأضحى. How many ركعات in صلاة العيد؟ ركعتان. فركعة الأولى in the first ركعة ايش تقرأ؟ which read in the first ركعة؟ سبح اسم ربك الأعلى. In the second ركعة الغاشية. طيب، وآصو يوم الجمعة. Is it suitable يوم الجمعة؟ I mean it's kind of طويل. هل هو مناسب يوم الجمعة؟ مناسب؟ كيف ما يكون مناسب؟ قد شرعه شرعه الله، كيف ما يكون مناسب؟ نعم هو نعم. هو أنسب. نعم، ما يظن الظن. Why are you reading this story as long? Allah سبحانه وتعالى أمر بهذا. نعم. نعم، فهذا من عند الله. نعم، هذا هو أولى وهو مستحب، ما هو واجب. فإن رأى الخطيب غيرها أنسب وأفضل بحسب الظروف. If the خطيب sees that reading other than it is more suitable because of certain situations, then he should. نعم. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ
في ركعتي الفجر؟ هذا سؤال عندك يا خطاب. What did the Prophet read in the two rak'ahs before Fajr? أنا سألنا خليل ركعتي الفجر ماذا قرأ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا سألنا إسحاق ماشي عندك يا إسحاق؟ ولا رجعنا؟ لا لا عندك يا خليل رجعنا إليك. What else؟ ركعتين. نعم سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص. طيب ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد صلاة المغرب ركعتين بعد المغرب؟ سورة الكافرون وسورة الإخلاص. نعم ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد صلاة الجمعة ركعتين بعد الجمعة؟ الكافرون وقل هو الله أحد. كيف متى؟ قبلية. هذا ذكرنا هذا. ذكرنا هذا أولا. الكافرون يقول هو الله أحد. لا بأس. وخلف المقام ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلف المقام؟ الكافرون وقل هو الله أحد. في يوم الجمعة كان يقرأ السجدة والنساء. سجدة؟ لا طيب هذا طيب هذا متى يقرأ سجدة والنساء؟ قل هكذا. نعم ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر؟ What did the Prophet صلى الله عليه وسلم read on يوم الجمعة in صلاة الفجر؟ سورة السجدة وسورة الإنسان. وهو مستحب. قد يكون طويلا على بعض الأوام. It could be long. نعم. فالإمام يخفف ويناسب الناس. نعم. الإمام he can shorten it. حتى يقويهم until he brings them up. نعم he brings them up. ف what if he reads it one day and the people get upset and they might come back to this message, man, I gotta go to work. نعم. فيحاول معهم تارة وتارة يقويهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر يقرأون من 60 إلى 100. نعم he used to read from 60 to 100 verses at Fajr. من 60 إلى 100. قال الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويصلي بنا بالصافات. هو تخفيف عندهم. نعم he used to command us to make the prayer light and he used to lead وصورة الصافات 7 pages. هذا تخفيف بالنسبة له. نعم هذا تخفيف. أما اليوم لو قرأنا صافات لا إله إلا الله من يسمع تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله طعم بام بام وانت بخمة بام. فالحمد لله الإمام يرائي هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال أنت إمامهم فاقتدي بأضعفهم. You are the Imam. Lead by taking into consideration the weakest from amongst them. وكل قوم يختلف. Every people they differ. نعم. فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي عشاء مع النبي ثم يرجع إلى أهله إلى قومه. معاذ used to pray عشاء with the Prophet and then he would go back to his people and lead them in عشاء. فالليلة أراد أن يصلي بهم ويقرأ سورة البقرة. One night he wanted to go back after Isha and read سورة البقرة. لكن ما كان يناسبه. فأعتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. The Prophet blamed him for that. طيب يا إخوة بدأنا نقرأ حديثا أمس ونريد نقرأ الحديث ثم ندخل في هذه السورة. سبح اسم ربك الأعلى.
قرأنا عن البراء رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن. The first people to come to us to Medina from the companions of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم يعني الهجرة. The first one that make hijra was مصعب ابن عمير من هو قتل يوم أحد رضي الله عنه. قالوا كنا إذا غطينا رأسه بدا رجلاه، وإذا غطينا رجلي بدا رأسه. حالة لا 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 مصعب ابن عمير وكان بيته غني، نعم، فترك هذا وأسلم. نعم، مصعب ابن عمير came from rich family but he entered Islam and left all that. When he got killed on يوم أحد I believe, when they had, they didn't have anything for a kefin. So when they wrapped him, if they wrapped his head, his feet was shown. If they wrapped his feet, his head was shown. So the Prophet commanded them to wrap his head and put some idkhir, put some leaves over his feet. What definu hakada? Radiallahu anhu. Ma naqasahum shay, akramahum Allah. Wa ibn Ummi Maktoum. Na'am. He made hijra, huwa a'ma. Na'am. For they used to teach the people Quran. Imagine people are coming from Mecca to Medina. Na'am. Ma'adha sayyakulun? سيقولون كيف الرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أبو بكر، كيف الأمور، سيستخبرون. They're going to ask how's the prophet, how's the more. Then they're going to say هل من صورة جديدة، يعني صورة ينزل عند من رسول الله صلى الله عليه وسلم. They're going to ask is there a new sword. نعم. فكان يقرآننا القرآن. They used to come and they used to read the Quran to them. نعم. طيب قال ثم جاء عمار ابن ياسر، ما كنيته؟ أبو اليقظان وأمه سمية. نعم، هي أول شهير في الإسلام. وبلال ابن من؟ نعم، ابن رباح. وسعد ابن أبي وقاص. نعم، هناك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، ولكن هم من أين؟ من الأنصار. هذا سعد بن أبي وقاص. طيب، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. So first came مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، then عمار came. وبلال، سعد، نعم، then أبو بكر، I mean then عمر، then the Prophet came. من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ Who made hijra with the Prophet صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله عنه. قال فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، فرحهم به. نعم، حتى رأيت، نعم، I haven't seen the people of Medina rejoice with anything the happiness they had when the Prophet came. And it's from Farah, mashallah. Hatta ra'aytu al-wala'id, yani al-awlad, al-wala'id was-subyan yaquluna hadha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulun hadha rasulullah qad ja'a. He said, I even saw the little kids saying the Prophet came, rasulullah has come. Na'am. فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى وصور مثلها. نعم، يعني هذه الصور الصغار، نعم، أو القصار، نعم، الصور القصيرة، هذه العبارة أفضل من صور صغيرة، ما في صغير لكن هي قصير. نعم، he said the prophet didn't come until I was reading the surah. He already learned it, he memorized it. فيقول ربنا سبحانه وتعالى في أول هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. سبح بمعنى عظم، عظم ربك، عظم اسم ربك.
نعم. والتسبيح كما نعلم هو تنزيه. It means exalt Allah. Exalt him. نعم. Deem him high. The name of Allah. Deem it high. نعم. سبح اسم ربك الأعلى. وهذا اسم لله. هو الأعلى. وكل اسم يتضمن صفة. Every name of Allah, it entails this description. Allah هو فوق السماء. لا أعظم منه ولا أعلى منه. There's nothing greater than him. There's nothing more higher than him. نعم. فهذا أمر لنا أن نسبح. هذا أمر لنا أن ننزه الله عن كل ما لا يليق به. This is a commandment from us to free Allah from everything negative and it's not suitable for his greatness and his supremacy وعظمته. نعم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه. عظيم. عظيم. They didn't exalt Allah his true exaltation that he deserves. And the world, all of it, قبضته يوم القيامة. The whole world is in the palm of his hand, in his fist. والسماوات in all of the heavens, مطوية بيمينه. They're folded up in his hand. نعم. وكلتا يداه يمين. Now, both of Allah's hands are right. هذا يا إخوتي في الله نريد أن ننظر إلى آيات أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصبح ننزه نعم to exalt Allah نعم and to free him from all shortcomings قصور والنقائص deficiencies وأخطاء and mistakes. Allah ما عنده هذا. Allah doesn't have that. فإن حصل لك ضرر احترق بيتك سبحان الله هذا حكمة من الله نعم الشر ليس إليه نعم هو شر بالنسبة لنا وأما من الله كله خير نعم if your house burnt down if your car flipped over if your mother passed away كله خير من عند الله if it's from Allah it's all good الشر ليس إليه Evil is not attributed to him. Nah. It's only evil reflected to us. Nah. يمثلون مثل ماذا؟ كيف يكون شيئا خير وشر في آن واحد؟ How can something be evil and bad at the same time? الله سبحانه وتعالى يقول وإن عاقبتم فآقبوا بمثل ما عوقبتم به فعندما هم بدأوا بالشر هذا كان يعني ما هو طيب هذا شر ولكن عندما أنت تعاقبهم نعم وترد وهو مأذون من الله هل هو خير وهو نفسه قال بمثل ما عوقبتم به هو نفس العمل يا وضع اسمعي نعم فإن عاقبتم if you retaliate فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به if you retaliate then retaliate with the likes that you made to suffer وجزاء سيئة مثلها هذا سيئة الثانية هذا طيب نعم طيب نعم so Allah سبحانه وتعالى says and the reward of a bad deed is a bad deed like it. So when you give that bad deed back, وفي حق. وفي حق. نعم. Well, if we picture a child is sick. ولد مريض يمشي إلى الطبيب يحتاج حقن يحتاج إبر. نعم. من ناحية الطبيب هذا إبر كل خير. ما فيها شر ولا شيء. طيب نغير من جهة الولد كيف يراها شر وخبيث وتعب كل شر فيه هل يرى فيها خير ولا ربع ولا عشر ولا شيء نعم وهو بالنسبة لذاك الولد شر ولكن من قبل الطبيب خير بل واجب نعم هكذا يمثلون if a child had to go to the hospital and get a needle
from that, because he's sick, he has a temperature, he has a fever, he has an infection. From the side of the doctor, he's going to say, this needle is all good. But I have to do it. But on the side of that child, he's looking, and they're trying to calm him down. We have to do this. He doesn't want to hear anything. It's all bad. No matter how much you try to talk to him, and give him candy, give him lollipops, and give him that, it's all bad. We want to look at some ayat. This word, subhanAllah. Allah subhanahu wa ta'ala yadhkuruhu fi kitabihi fi al-amr. هذا عندنا الآن في الأمر. Allah mentions in the amr. Allah mentions in في الماضي, in the past tense. Allah mentions in في المضاري, in the future tense. Allah mentions it in what? In al-masdar. And Allah mentions it in ism fa'il. فهي عبادة عظيمة. نعم. لابد أن نصبح ربنا ليلا ونهار. Allah mentions it in all the parts of speech. But this here, what? Is amr. Wa huwa kathir. Na'am. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhal ladhina amanu dhukuru allaha dhikran kathira. Wasabbihuhu. Bukratan wa asila. Hada amr. Hada mithu sabbih isma rabbika la'la. And Allah says, sabbih isma rabbika is commanding. Honor your Lord, glorify your Lord, exalt your Lord, the Most High, exalt the name of your Lord. Here in this ayah, Allah says, وَصَبِّحُوهُ, make tasbih bukratan wa asila, day and night. Well, in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. كل موضع الله يأمر بالذكر, يعلق عليه ماذا؟ ذِكْرًا كَثِيرًا. Every mawdu', everywhere where Allah commands for us to mention Allah's name, He asks to it to do it a lot. Allah subhanahu wa ta'ala uses it in the mawdi', like in Surah Sabbaha lillah, hadha al-hashar, was-saf, wal-hadid. Hakadha ba'dani. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Everything in the heavens and earth declares Allah is free of shortcomings. وَفِي جُمْعَةٍ وَتَغَابٍ. Allah mentions it in the future tense verb. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا. Future tense. That this is what they do. Everything in the heavens are constantly يُسَبِّح. Everything in the heavens and earth. نعم. Constantly يُسَبِّح. That Allah مَا عنده أخطاء. He has no mistakes. He has no faults. مَا عنده تقصير. وَلَا نَقَائِس. He has no deficiencies. Everything in the heavens and earth. نعم. وفي المصدر الله سبحانه وتعالى يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله سبحانه وتعالى يذكره ماذا؟ بالمصدر. نعم. Everything in that, the seven heavens, tusabbih. No. And the earth, and everything that's in it. And there is nothing, there's absolutely anything in this world except yusabbihullah. There's nothing, trees, the rocks, the sun, the moon, the dirt, nothing except yusabbihullah. That declares, it declares that Allah is free of any mistakes. ولكن لا تفقهون تسبيحهم, except you don't understand their تسبيح. Allah says the word in the book, in His book, تسبيح, which is the مصدر for what? That's سبحانه. والله سبحانه وتعالى يقول عن الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحان هذا مصدر أيضا, سبحانك. وأنا قلت على يعني فيما رأيت, هذا من أعظم كلمات رأيت أن ينادى ربنا بها سبحانك. يعني أنا ذهني ما أتصور شيء أجمل من هذا, من أجمل الكلمات. نعم. قد يقول سبحانه وتعالى, you can say he is free from everything, you can say سبحان الله, you say Allah is free from all things,
When you say subhanak and you put this kaf on it, mean you're talking to Allah. Subhanak Allahumma. Aish min kalam. Ana ma atasawwar shay. I can't imagine anything. That before you say the name of Allah, before you say Allah, you say subhanak, oh Allah. Aish min kalam ya ikhwa. Ana ma arif. Aish taqul ahsan min hadha. What could you say to Allah ahsan min hadha? La ajmal kalam. It's the most beautiful way you could call your Lord. Subhanak Allahumma. La ilaha illallah. Before you even mention his name, you are free of all. You, when you put that calf on it, you're talking to Allah. Subhanak ya Rab. Na'am. Wa tajidu hadha fi du'a Yunus alayhi salatu wa salam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. And Yunus, he left his people upset. They didn't follow him. فظنّ وصل إلى بطن الحوت. Now he ended up in the belly of a whale. فظنّ أن لن نقدر عليه. ما معنى ظنّ؟ تيقن. أن الله ما يضيع. He was sure 100% that Allah wasn't going to waste him and leave him and abandon him. فنادى في الظلمات. He called out to Allah. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما أجمل الكلام. نعم. He said there's nothing worthy of worship except you. سبحانك. You're free of all shortcomings. أنا كنت مخطئ. I'm the one that had the blame. أنا وأنا الذي عنده. أنا الذي عندي النقائص. والقصور هو من عندي. I'm the one who made the mistake. I was the wrongdoer. سبحانك. ما يقول سبحانك. You have no wrongdoer. إني كنت من الظالمين. I'm the one who's wrong. فمن أجمل 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 طرق للاستغفار. In the most beautiful ways. That you can يستغفر and ask Allah for forgiveness. And say كما سنقرأ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اكفر. إيش من كلام يا إخوة. نعم. This is the most beautiful way for you to seek refuge and to seek forgiveness from Allah. Say, Subhanak. You're free of all faults and mistakes. Allahumma. You call him by his name. Wa bihamdik. Yani ma mana wa bihamdik. Yani ana usabbihuk hamidan lak, ya Allah. Ana usabbihuk hamidan lak. Yani tasbihi tamhidan. Tamhidun. My tasbih is praising you. Na'am. Subhanak. Allahumma wa bihamdik. Subhanak Allahumma Rabbana. Yana, Rabbana huwa alladhi khalaqana wa malakana wa razaqana. He's the one who owns us. He created and he's feeding us. Wa bihamdik. And I praise you. Allahumma kfirli. Allah forgive me. Like, all the good is from you. You don't have any mistakes. And as for me, I'm the one who made the mistake. You're the one worthy of all praise. And you don't have any mistakes, Allah. I'm the one that made the mistake. Al-Qusur min indi. Na'am. Al-Akhtar huwa min indi. I'm the one to make the mistake. Na'am. Barakallahu fikum. Ja'a min hadith Aisha radiallahu anha. Anha qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi ruku'ihi. وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن فما معنى هذا. The Prophet صلى الله عليه وسلم, he used to say a lot while he was in ruku, a lot. When he was in sujood, he would say سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك, you're free, O Allah, of all faults. Allahumma. Allahumma bima'na ya Allah. Fala yusluh an yuqal ya Allahumma. You can't add the ya and the mean. You can't have both. Either ya Allah or Allahumma. But you can't say ya Allahumma. Can't have both. Can't have the ya Harun. Nah. Allahumma means ya Allah. Rabbana, our Lord. Wa bihamdik. And I'm praising you. اللهم اغفر لي. ما معنى يتأول القرآن؟
ما معنى نعم ما معنى يتأول القرآن؟ ايش من اي قرآن؟ كيف؟ من اين؟ اي آية؟ اي آية يا شوقي؟ خلاص نقرأ الحديث. يتأول القرآن، يتمثل القرآن، يطبق القرآن. He's implementing the Quran like Allah commanded him to say this. يتأول، يطبق، يتمثل. فجاء الحديث نقرأها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت. The Prophet used to say this a lot before he died. سبحانك وبحمدك استغفر الله وأتوب إليك. نعم. فقلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها؟ يعني هي جديد تقولها. What's these new statements I hear you say? Some of them are like this, and some of them in the riwayat says سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متى بدأ رسول الله يقول هذا قبل موتي؟ When did he start saying this? Before he died, he started saying this. فقال صلى الله عليه وسلم جعلت لي علامة في أمتي. I have been given a sign in my ummah. إذ رأيتها قلتها. When I see the sign, it's for me to start saying this. وهو قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. ما معنى هذه الآية؟ What does this ayah mean? إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. علامة إيش؟ قرب الأجل رسول الله. This is the proof. This is a sign. When the people enter Islam, the help of Allah comes, and the people enter Islam in large numbers. This is the sign that the Prophet's death is close. The Prophet had a sign that when people come to Islam after Fath Mecca, na'am, and after هذه الغزوات الأخيرة, na'am, that this was a sign for him that his lifespan was almost over. And it was for him to say this. For Allah says, when you say this, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. And this one, he started saying that in the salah, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اكْفِرْ لِي. He started saying that after فتح مكة, يَا أَبَا أَنْوَار. نعم. وهذا معنى هذه الآية. وفيه قصة عن ابن عباس. سنقرأه غدا. عمر بن الخطاب He used to bring Ibn Abbas في المشورة معه. He used to bring him to sit with the مشورة, with the council who decided the affairs of the Muslim world. He used to bring Ibn Abbas in that sitting. فبعضهم أنكر. Some of the older Sahabas didn't like that. قال لماذا تأتي بهذا الوالد ولنا أولاد أكبر منه مثله. Why you come with this young boy and our meeting here? I have children that are bigger than him. For Umar used to say, you know why. You know, who are turjaman in the Quran. He understands the Quran. For one day, Umar sa'alahum an hadhihi al-ayah. Umar asked him about this ayah. What does this ayah mean? إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. What does this mean? And all of them answered it incorrectly. Then he asked Ibn Abbas, فسأل ابن عباس فأجاب. إن شاء الله نقرأ هذا غدا وإن لا نكتفي بهذا القدر اليوم. This is enough for today. سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.